الآن في منطقة الوادي الأحمر، هذا هو الوادي الأحمر. هذا الوادي الأحمر، هذه وادي الأحمر إن شاء الله متواجدين بإذن الله في وادي الأحمر، والأمور طيبة، ما تسمعوش الإشاعات الزازيرة والكذب كله والنفاق، والجردان قاعدين ما وصلوش وإحنا نطاردوا فيهم وقاعدين غادي، وبإذن الله نخضع لهم واحد بجرة واحد بإذن الله أخوي، وبإذن الله نوصلوا بنغازي وبعدها بإذن الله نخضع له واحد ورا واحد، والأمور طيبة هنا في وادي الأحمر وما فيش يكذبوا عليكم إشاعات، قاعدين قربوا هنا لواحد. بالنسبة للعصابات على اساس وصلوا سرت ما وصلت ما في شيء ما هناكش منها، هذا كله كذب واشاعات ودوا فاضيه وقصف، احنا مش مدورين عليها مش معدلين، عاد الله عادي تقول خطوة روح ما فيش اي مشكله، احنا منتصرين وماشيين الى الامام، وان شاء الله اخشوا البنغازي ونمشوا لاهلنا واحبانا واخوتنا وحيوقفوا معنا ان شاء الله، وباذن الله كفاح ثوري مستمر الى الامام زي ما قال اخ القائد، ان شاء الله منصورين ان شاء الله. اليوم الثلاثاء ان شاء الله، تاريخ 29/3/2011. شنو تقولوا على الوادي الاحمر؟ هاني الامور الحمد لله وما في شيء، ومنصورين بعون الله، منصورين بعون الله، عون الله الاجواء كيف ما وما يهمناش لا قصف ولا اي حاجه، ما عندناش مشكله مع القصف، ما عندناش مشكله مع اي حاجه، نتحدوا القصف، نتحدوا الحظر، نتحدوا اي عدوان على ليبيا، حدوا اي جردي يكذبوا علينا، وحنا ضد الجردان، ما فيش جردان في سرت، ما فيش جردان في هراوه، في وادي الاحمر احنا في وادي الاحمر راهو قاعدين هنا كما تشبعوا فينا، وادي الاحمر قادمون وحنا قادمون باذن الله، باذن الله باذن الله، وربي بنصرنا عليهم باذن الله، وبيت بيت ودار دار ودولاب دولاب زي ما قال الاخ قدرة الله، شو ولا الموت تريش، ريش ولا الموت تريش شوية بس مس هنقولنا مسنا رغم المر مسلت رغم المر مالي مكاني، ما زلت رغم المر مالي مكاني، وما زلت فارس فوق ظهر حصاني، وما زلت رغم الشدة عزيز نفس لا نركع ولا نشدة، على كل من قصدني من هون مودة، على صاحبي نشرد الحمد رعاني، مانيش من يرفع خبر ويرده، مانيش من يرفع خبر ويرده، ولا نشع قومي الرخصة العدواني. الله أكبر الله أكبر، نقول له يا وين من دار الفنيرة غبها، يا وين من دار الفنار اغبها، انسى الاخره والموت ما حاسبها، ما سيدينا ورامي كلام الله على تركينا، لا من يقدر به يا لشانا، لا منه نفسه عطمع عذبها، قاعد مشوي شعف مصارينا، تارك القبله وسبحتها سيبها، فالوقت ما تلقى عقول رسيله، كل فكر وسوق الحبش الف. احنا حاليا في الوادي الاحمر واليوم الثلاثاء، وان شاء الله منصورين باذن الله، واحنا في داليبيا ومعمر يجري بدمنا، وانا من قبيله واد بوسيف ونسكن في بوسليم، ومنصورين ان شاء الله، منصورين منصورين. الله اكبر الله اكبر الله اكبر. زيدها واحد ثاني زيدها، هاك تعال هاك تعال هاك. الله اكبر الله اكبر، حيش القائد، الله اكبر الله اكبر. طبعا هذه منطقة الوسط، هي قدامكم استراحة الوسط، هذه منطقة الوسط والحمد لله في أمان، وهذه الأحياء السكنية أمامكم، هذه الأحياء السكنية، وأهلها متواجدين بأمان والحمد لله. استراحة الوسط، بسم الله، احنا في منطقة بن جواد، وقمنا بتحرير الأسرة هذه من القصف الأمريكان الكلاب الفرنسيين، وبسلاحنا وبجهدنا وبدمنا وبعرقنا، واحنا ليبيين والدم هو حار ما تقدروش عليه، راكم صعب جدا جدا جدا، وما زال وفوين أم وفوين بو قاعد راهب نجبدوه، وجايينكم وجايينكم وجايينكم، وقعدوا وكانكم تريس قابلونا يوم 29
29/3 وحاليا في بن جواد والامور طيبه والامن مستدب بفضلنا احنا وبفضل خوتنا وبفضل كل من حاول ان دمه حار يجمع الناس. والله معنا والله ينصركم وينصرنا معكم. نحن الان في منطقه ام الجنديل، تبعد هذه المنطقه عن شرق سرت حوالي 125 كيلومتر. هذه المنطقه الان مطهره ومحرره، لا توجد فيها اي شراطب من شراطب الاعداء ولا المجموعات الشرقيه او هذه العصابات. الان فاضيه واهلها موجودين فيها ان شاء الله، والحياه دابه في هذه المنطقه، ونحمد الله نحن ما فيناش اي خسائر، والشعب متواجد والقوات المسلحه مسيطره حتى شرقي المنطقه حوالي منطقه بن جواد او اكثر، ما اعرفش وين توجد بالضبط. ونحن الان في الحمد لله في امان ونتفقد في منطقتنا ومتواجدين فيها وراعيينها. والساعه الحمد لله حوالي الساعه 4 مساء، نحن الان في منطقه ام الجنديل منطقه الحسون، منطقه امنه لا توجد فيها اي مشاكل. التاريخ اليوم 29/3/2011. عليكم مرحبا. احنا الان على مفرق النوفليه وانتصرنا على الجردان وطردناهم خارج منطقه بن جواد. الان هم خارج منطقه بن جواد، وحتى تقدموا وتشوفوا الشيء هذا بعيونكم باذن الله. وتم تمشيط منطقه النوفليه، واليوم يوم الثلاث تاريخ 29/3/2011، ونحن متقدمين الساعه الان 4 مساء، ونحن متقدمين الى خارج مدينه بن جواد، وحتى تقدموا وتشوفوا الشيء هذا باذن الله. الله اكبر، الله اكبر، الله اكبر. وتحياتنا وتحياتنا لاهالينا في سرت، ونقولوا لهم ما تسمعوش الاشاعات والقنوات المغرضه المجوره اللي تدعي انهم هؤلاء العصابات المسلحه قد دخلوا مدينه سرت، وهذا بعيد كل البعد عنهم باذن الله. الله اكبر، تحيه. نحيي الاخ القائد ونقول لهم منتصرين منتصرين منتصرين. والله اكبر والله اكبر. طمن القائد الدوره ان احنا رجاله، سواء في سرت ولا في طرابلس ولا في اي منطقه من انحاء الجماهيريه، احنا رجال ضد الجردان، ضد هؤلاء الكلاب الضاله. واحنا ند بند احنا وياهم، وكانهم هم تريس يطلعوا ما يقعدوش متخبين، زين سوين زين سوين، يقعد يتخبوا. كانوا هم تريس يطلعوا. نور يا فندي، يطلعوا. هذا حبيبي ما كيف حطوا لي من الصمام. السلام عليكم. ونحن نوجه الان تحيه للاخ القائد العظيم، قائد المسيرات الشعبيه والقيادات العليا وشباب المتطوعين في الجماهيريه، الذين يؤكدون ان الان يتوجهون الى بنغازي وقريونس، ونحن الان قريبين من بن جواد، ونحيي الجماهير التي تؤيد هذه المسيرة التورية الشبابية، الذين يحيون الأخ القائد بهذه المسيرة التورية. ونوجه للعالم والعالم والعالم العالم أجمع الآن الآن الآن، ونحن في منطقة بن جواد، ونحن في مشارف منطقة بن جواد، نقول للعالم الآن الذين يقصفون العالم والأطفال والأبرياء في المستشفيات وفي المراكز وفي المدن، يا أيها العقراء يا أيها الندلاء، أصبحت الآن ليبيا حرة بإذن الله الواحد الأحد، وغدا الجمعة بإذن الله نصبح في مساعد، وتبقى هذه مساعد بوابة ليبيا الجديدة بإذن الله. والله أكبر. ونحيي شباب ليبيا المتطوعين. الضارب كل إيمانه ويحمي القائد بو منيار، يحمي التورة يحمي القائد ديما يصونا لا ينسوا أفعاله وقوله بو منيار وقائد ناصر هالجيال، ناصرها ديما بتفكير وتخميمة لينا، لا يرضى للفارس ضيمة، لا ينهاني يعيش حياته باستقرار. نقول لها استمر يا قائد علي دربك سايرون. وجه كلمة اللي تاع فرنسا، كانوا راجل ينزل الميدان مش في الطيران. كاليوم وانا موت غدا تحيا قائدا ابديا، يحيا الفتح. الله اكبر. هذه منطقة بن جواد وتبعد شرق مدينة بن جواد. مساء الخير، وان شاء الله ديما من انتصار لانتصار،
واحنا الان متقدمين الى مدينه بن جواد داخلها بالضبط، والجيش هلب مدينه بن جواد والامور هانيه، واليوم 29 والحياه مستمره، وهذوما شباب سرت وشعاف الوجه من جميع المنطقه الغربيه والجنوبيه وعرب سبها، وكلنا كلنا عرب مسلحه، كلنا كلنا عرب مسلحة، كلنا عرب مسلحة، كلنا عرب مسلحة. والآن احنا متقدمين متقدمين المشط في مدينة بن جوال، وهم أمامنا، وهم فارين كالجردان أمامنا. مدينة بن جوال إن شاء الله متجهين إن شاء الله إلى الجابية، واليوم 29 29 3 يوم الثلاثاء